شكى زوجه لزوجته سوء حفظه للقرآن، فأقسمت له لو حفظ القرآن كاملا خلال مدة سنة لتزوجنه بنفسها زوجة ثانية. فحفظ القرآن كاملا في 6 أشهر، فصامت 3 أيام. وقد نظم شاعر أبياتا تحكي هذه القصة، فقال: شكى رجل لزوجته هموما فقال لها: أرى في الحفظ عسرا. فقالت: يا حبيبي خذ حلولي. وقد حاكت له في الليل أمرا: إذا حفظ الحبيب كتاب ربي فزوجته تزوجه بأخرى. ولما حقق المطلوب منه وجاء لها وفي الكفين بشرى: حفظت كتاب ربي يا حياتي. فقالت: زادك الرحمن قدرا، وقد أقسمت لو أتممت حفظا سأخطب حرة حسناء بكرا، ولكني رأيت الصوم يعلو على النسوان إيمانا وطهرا، فصمت 3 تكفير ذنب، وأسأل خالقي يعطيك أجرا. فهذا يا حبيبي بعض حبي وبعض محبتي تأتيك مكرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم.